بسم الله الرحمن الرحيم. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري واقض مآربي، واجر به جسدي من النيران. واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحين وقصونا هاي ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى إنو كما قعابي وحيقا وكسو دجيين نبي قيني محمد عليه الصلاة والسلام. روح دو وحل قلنو لي هاي يا الله قمار بكريم لأنتين النول لياني كريم. كذلك وحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلهي سبحانه وتعالى وحيره وحنكو وحيوني نبي محمد والروح ووحي قال نبي محمد إلهي وكسو دجيب ومقعى إلهي ويره روح دا سيوه كم إذا أمر كيغا وأمر كإلهي شرعيغا. روح دا سنتاني كو إيمان إيمان يا كتاب وحي يا إيتونا ما تقرنهين. وحانو قدق نبول إلهي سبحانه وتعالى نور آنو كو آنون إنو أو كو أركو وددا صح دا يلقو قاري رالي أنشاء إلهي يا نعيم كيسا عدا آنو دون نبول إلهي أدوماه يا كمدا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نور كاي الروح دا آنو كو قسو دتشيني سببتو ددك وحا توسي سادو تلمابي سان نبي محمدو ودادا توسن ودادا دباتادا الدوية تاخير بلغة قبت بادو ودادا نولشوون اكسن لو مرو ودادا لو مرو إلهي سبحانه وتعالى رالي هانشيس إن إلهي رالي كان نغضو ودادا لو مرو نعيم كإلهي سبحانه وتعالى نعم كإلهي سبحانه وتعالى الدومي ساخره وقد دياري. النبي عليه الصلاة والسلام وإلهي كوري إلهي نوري أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحندي يا ريا دومائي ودوما إلهي ونكسن وحاني إلينا أرق حقيقة ساني كو أرق لقينا أني حقيقة ساكو مقل قفنا سيدة أوياهي آن أصو ريسا قلبي سان أصو نعيم ونعيم قفك إنت أدوية أوتشوغو واركو أه سيكستو اللوغو شرحو اللوغو بالبلاريو حقيقة ديسة إيا نبتيسة مقاري كرو ومصو ريسا كرو. قفك نعيم كاسي مركو قارو إلهي سبحانه وتعالى وقو نعمي إيا يتشنده وقالو مركز بو حقيقة ديسة نبتاس وطابنية ودادا قفك مسلم كايوكو قاري الدنيسية مسالح ديسة الدنيا آخرابا. إلهي واكي لمن القرآن كورمي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قرآن كان يددك وحكو عنونين يا ودادا وطوصنان تيوانا قبضا مرادي إلهي سبحانه وتعالى وحي قانو كسو دكي نبي محمد رومين تيسا إيه برشدي سبا ربي والروح كتل مامي تاسوحي تل مامي سائنا لغا مارمي كريم لا يستغنى عنه أبدا لغا مارمي كريم قفك وكما قيهين إن الله شير نبطه هيدا كما قل مرادنا لغا مارمي كريم وحلق قد بان قفك مسلم كا إنو وحي قاد سيئو برطه أقوان وياشو ويقفك وحو قراني الرومين كرا وحو قراني كو عمل فلي كرا
wuxuu garanayaa in loo diiday inuu qofku ka fogaan karaa oo ka dheeran karaa. Haddii kale waxaa dhacaysa qofka isaga oo khayrkiiyo wanaagga doonayaba khayr fara badan inuu seego jahligiisa awgeed. Qofka muslimka ee isagu aan diinta caalim ku ahayn waxa waajib ku ah mas'alo kasta oo la soo darista noocay doonaysa ha noqoto, mas'alo caqiidiya tawxiid ku saabsan, mas'alo cibaado ku saabsan, mas'alo ku saabsan mucaamalaadkan dadka dhex mara ee iib leh, ee kira leh, ee rahan leh, ee wakaalad leh, ee damaanad leh, mas'alo ku saabsan nikaax iyo guur, mas'alo ku saabsan dalaaq oo kala tagiya, rajcadii iyo soo celintii, masaa'isha ku saabsan xataa xukunka iyo siyaasadda, qaabka wax loo hogaaminayo iyo nidaamka xukunka Islaamku uu leeyahay. Qofka muslimkaa inuu isagu isu fatwoodo isagoo ra'yigiisa iyo caqligiisa ka duulaya maaha. Hadduu sidaa yeelana qofku wuu lumayaa. Nacdasha Ilaahayna way ku dhacaysaa, waxaana dhacaysa inuu Ilaahay ku been abuurto, nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu been ka sameeyo, diinta Ilaahay inuu ugu abtiriyo waxaan ka mid ahayn. Mar haddaanu isagu aqoonteeda lahay waxa waajib ku ah inaanu ra'yigiisa iyo caqligiisa iyo aragtidiisa halbeeg ka dhigin oo aanu ku qiyaasin oonu ku miisaamin ee weydiiya cidda aqoon u leh. Haddii ay badan yihiinna qofka isagu isleeyahay malaa qofkaasaa ugu cilmi badan oo ugu waracya alla kacabsi badan oo diinta dhowrayo ilaalinaya oo sida ugu saxsan kuu tilmaamaya. Ilaahay baana subxaana wa tacaala taa waajibiyey markuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, arin kasta ciddii aqoon ula weydiiya, arin kasto idinku aydaan garan ahayn. Dadku waa laba, dad aan iyagu diinta aqoon aanu lahayn oo masaa'ishii diinta iyagu aan baadhan karin oo awood ay ku gaadhaan oo ay ku gartaan oo aqooneed aan lahayn. Dadkaa Ilaahay su'aal buu ku waajibiyey. Nooca labaad waa dad iyagu diintii aqoon u leh, ahlu dhikri waa ahlul cilmi wey, iyagana Ilaahay wuxuu ku waajibiyey wixii loo baahan yahay ee taagan cilmigiisa iyo aqoontiisa ay leeyihiin ee la weydiiyey ama afkaa laga weydiiyey ama xaal baa lagu weydiiyey oo arkaan dadku inay u baahan yihiin inay ka jawaabaan ayaa iyagana Ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibiyey. Wuxuu Ilaahay diiday qofku Ilaahay diintiisa inuu ka hadlo, inuu ka fatwoodo, inuu faaqido isagoon aqoon lahayn. Oo Rabbi wuxuu ku daray Ilaahay in laga sheego waxaan Ilaahay laga hayn oo waxyigiisa aan ku sugnayn dembiyada waaweyn, bal shirkiga dembi ka weyn buu Ilaahay ka dhigay. Wa an taquluu cala allaahi maa laa taclamuun, dembiyadii waaweynaa waxaa ka mid ah inaad Ilaahay ka sheegtaan waxaydaan aqoon u lahayn. Walaa taquluu lima tasifu alsinatukum alkadib hada xalaal wa hada xaraam litaftaruu cala allaahi alkadib, ha iska odhanina waxaasi waa xalaal waxaasi waa xaaraan idinkoon waxyi ka duulahayn aqoonna aan ku salaynahayn. arrintaa caaqibadeedu maxay noqonaysaa? Natiijadeedu in Ilaahay subxaana wa tacaala been aad ka samaysaan, taasina waa dembigaa weyn. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay nin muslimo dakharuu madaxa kaga dhacay oo dad isagu islaama la aqoon bay ku dheeriyey wax weydiiyey oo aqoon la'aanay ugu jawaabeen, markuu yidhi maydhasha igu waajibtay nabarkaasina uu igu yaalla, wax ruqsa may helaysaan oo maydhashada iga dhaafaysa ama laygaga dhaafay oo beddel maydhashadii ka noqota. Waxay idhahda iqtasil laa najidu laka ruqsa, maydho wax ruqsa kuma hayno. Waa maydhay kadibna biyihii baa maskaxda ka galay, saasu ku dhintay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay wuxuu yidhi qataluuhu qatalahum allah, way dileen fatwadoodii bay ku dileen. Ilaahay ha nacdalee, halaa saalu id lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su'aal,
مر هدانا يا قوان الله هاي المحي الدين تك هذا الكذا يقول لي ردين عدا قوان تلم يي ويديان جهل يقد ودي سوى سؤاش الحديث كان سوحي نوت المامي لبا مسألة مسألة ذا كوباد واه قف كينو كدك تونا ذا كهذا الكمسائش الدين جاء وانو كل يرن هدانا قوان الله هاي هذه لقاء الله ما اللي ويديان ورادا الله أعلم إلهي با أغو قرانا يعيد والبنا كيقان أنا أغو قرار ما أيو مسألة الله بعد الحديث كو تلمام يا وحي تاي قفك مسلم كاي وحي آنو قرانا هين إتشهلي وكهيا دوا أيها رنتاس اللي هذا دوادونا السؤال والتعلم وين وحويدية عدة قرانا إيسا وبرشا وحويانو دقاقه ما أنت ضدك وحياباك كلا هؤلاء ذا الدنيا كصابصا مذ والبعيد ذا قوم ولا تخصص كذا لا أي ولا نقضا هي عفمات كصابصا لخاطير بالويدية وحير اسمه عيد وليبك ما هذا الشر قف وليبدك الدواي سكما قرا وحير كصابصا اسمه أنت نرد على الويدية قف وليبد اسمه فرع الله مجله علمي كصبا عدي تقانا الويدية لكن مسائل الدين قادت كوافض الإسلام أما عدب ما هو الديان سيدا إلا نقطة أيوم بكييران أما إيقا إيقا إسوفة ووضة أما عدا نقول الله إنبا نعي كرتيني ويديان رما صورة من ووحان صحة هين وسيد الشريعات وإيديكتي خلاف صن قفك مسلم كان الدين تي سواين وحلوين إسكساره أو نقضوها الدان يسأل الدين تقول لا يسأل من سؤال بدر لكن وحو ويدين أيه علماء وياي وحو أبا هذي وعمل الله كجحر ماي وشدد هو ويدين يا أنا إتاي إنه صدى صح ده أجاره وكعمل فلو إلى أبينا سبحانه وتعالى ويدين سنة إنه لما أنت باتا إنه وافتيه إيه إنه إلى هاي نوفر علمك شرعك وكو عمل فلانا ونقدق والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.